قام اللواء ركن سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بزيارة إلى منشأة الإسناد البحري البريطاني في ميناء سلمان، وكان في استقبال سموه العميد أدوارد أهيغلين قائد العنصر البحري البريطاني. وخلال الزيارة قام سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بجولة في مختلف أقسام المنشأة، اطلع من خلالها على ما تحتويه من منظومات متطورة ومعدات حديثة وتقنيات متقدمة. كما استمع سموه إلى جاز حول مهام وواجبات منشأة الإسناد البحري البريطاني، والتي تساهم في تعزيز الاستقرار العالمي وحماية الممرات الدولية وتأمين الملاحة البحرية. وأشاد سمو مستشار الأمن الوطني قائد الحرس الملكي بعمق علاقات الصداقة المتميزة التي تربط مملكة البحرين والمملكة المتحدة التي لها جذور تاريخية متينة، منوها بالتعاون الثنائي وتطوير الصداقة القائمة بين البلدين في شتى المجالات، منها ما يتعلق بتبادل الخبرات والتعاون في المجال العسكري.